قرار توقيف استيراد الأدوية والمواد الصيدلانية المصنعة محلياً أدى إلى توقيف استيراد أجهزة قياس السكري لعدد من المخابر العالمية. الإنتاج المحلي لم يصل بعد إلى تغطية السوق الوطنية، والمصاب بداء السكري أول من يواجه المشكلة. في الأول كانت موجودة، ذوق إذا كان من الأسبوع الجاي ما كانش. هذا يعني هذا تقصير من الدولة، لازم الدولة توفر هذا العلاج لمرضى السكر. عندنا 12 مليون دي بوندلات بارون، هاد 10 مليون هادو هما 75% كان حاكمهم لي 3 لابو، هاد 3 لابو راحوا من البلاد. ممكن ما نسميوهمش ولكن دي لابوراتوار ايتيك. الحاجة الأولى هما أنهم كانوا حاكمين 75% سو كيفي 9 ملايين بوندلات حاكمينها هما. بقول المخابر الأخرى عندهم 3 ملايين بوندلات. دونك هادوك اللي كانوا في 9 ملايين مرضى يلزم نعاودوا نعطوا لهم آلة قياس السكر في الدم جديدة، لأن القديمة راهي ما تستعملش، عندنا ما عندناش شرائط قياس السكر في الدم. توجه المرضى نحو الصيدليات بحثاً عن آلة قياس جديدة أو أشرطة قياس مناسبة هو سيناريو تشهده مختلف الصيدليات، والحل اقتراح البديل. عندنا بزاف حنا هكذا ديكا هكذا يجو دي مالاد يحوسوا على لي بوندلات تاعهم ديجا تاع لي زونسي ازاباري تاعهم ما يلقاوهمش، لي سون با ديسبونيبل، نحبوا نبدلو لهم حنايا مي اون تخوف توجور دي ديفيكولتي، ما نلقاو توجور صعوبات باش نقنعوهم بلي هاد الباغي هادي ما راحش يلقاو لي بوندلات تاعهم. الوغ اون دوا توجور شونجي، لازم نبدلو لهم سي شاك 3 موا، كل 3 شهور هاد البروبليم يسيبوز. الانتاج المحلي لاجهزه واشرطه قياس السكري لا يسمح حاليا بتغطيه حاجيات جميع المصابين بالداء. الانتقال من الاستيراد نحو الانتاج دون التحضير المسبق للعمليه اثر سلبا على المريض حسب المختصين. انا نقول باللي كان ما كانتش دراسه يعني نتاع السوق باش نفوتوا هذه المرحله هذه الانتقاليه، باش ننتقلوا بالالات اللي كانوا موجوده والشرايط نتاعهم اللي كانت كذلك موجوده وبدات تنقص، وحتى الالات كذلك بدات تنقص، وهذه الفتره الانتقاليه هذه هي اللي خلقت تذبذب في 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 السوق، وخلقت تذبذب في 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 وجود هذه الالات والشرايط. تموين السوق الوطنية بالعدد الكافي لتلبية الاحتياجات قد يستغرق وقتاً، لكن المصاب بداء السكري لا يمكنه الانتظار.